بعد عن نتائجها. للحديث أكثر حول وضع السوق معنا السيد يوسف قسنطيني مباشرة من الرياض، وهو مدير إدارة البحوث والمشورة في الإنماء. مرحبا بك أستاذ يوسف، وكل عام وأنت بخير. رمضان مبارك إن شاء الله، بنعاد على جميع المسلمين بالصحة والعافية والخير والبركة بإذن الله. نهار إن شاء الله. ما الذي يمكن أن نقوله يوسف في هذه المرحلة؟ يعني هل السوق تركز حاليا يعني أو عليها أن تهدأ، ولذلك اليوم التركيز عليه أن يكون على نشاط مضاربي أكثر منه استثماري؟ نعم، بنشوف انه في صافي سيولي عم تخرج من بعض الاسهم وعم تدخل ببعض الاسهم، مثلا صافي سيولي عم تخرج من بروج، من المعرفه، من الاتصالات السعوديه، عفوا عم تدخل على الاسهم هيدي، وعلى اماني عم تخرج من الانما، عم تخرج من زين سافكو، صدق، التعمير، في عم بيكون في شويه مضاربات بالسوق الان، عم بيحاولوا المستثمرين يقيموا بعد اعلان بضع نتائج ماليه عن الشركات اي افضل القطاعات والاسهم بيكونوا فيها. بس واضح الان انه في مضاربات بالسوق، هذا اللي عم بيضغط طابع على السوق. السوق عم بتاثر طبعا بعوامل خارجيه، اعلان شركات في امريكا عم تطلع الى حد ما ايجابيه، السلبيات ما عم نشوف من اوروبا حاليا اي نتائج سلبيات، يعني السلبيات اللي ذكرت سابقا معروفه صارت، بس سلبيات اضافيه جديده ما عم نشوفها. فالسوق الان في وضع ترقب وحذر، بعتقد المضاربه حتطلع على المؤشر الايام القادمه، ولسه في بدايه شهر رمضان المبارك، فبعتقد انه الاقبال حيكون شوي بطيء خفيف على السوق. الان التوقع يعني انه نطلع على الاسهم اللي ممكن سيوله تدخل فيها في الايام القادمه، اذا كان في سيوله عم تدخل على بعض القطاعات والاسهم حتى يتم اختيار افضل الشركات. طيب اليوم سمعنا حول الشركات مثل صفولة، مثل الرياض، وايضا تزامنت هذه الاعلانات مع توزيعات نقديه، هذا السخاء في التوزيعات يعني ما الذي يمكن ان نرده؟ يعني هذه الشركات لا تحتاج مثل هذه السيوله ربما بمشاريع، وهي تفضل ان توزعها على مساهميها. في تعرف بعض المساهمين يعني بيودوا انه يحصلوا على توزيعات نقديه، خاصه في وضع يكون المؤشر في نزول او السوق في تراجع، فهذا بيساعدهم انه يمرقوا فوق قد يكون وقت شوي صعب بسوق الاسهم. الشركات طالما انه ما عندها مشاريع تقدر تستفيد، بتعتقد تقدر تستفيد هي فيها اكثر من المساهمين لو وزعت فلوس عليهم، بتفضل انه توزع العوائد، تعطي توزيعات نقديه سخيه للمستثمرين. بعتقد انا انه يعني شركه صفولة عملت حققت ارباح صافيه، اذا قرنا الربع الاول من العام الحالي، عفوا اذا قرنا الربع الثاني من العام الحالي مع الربع الثاني من العام الماضي، عطت توزيع تقريبا عندها ارباح صافي كان حوالي 48%، ولو قارنا الربع الثاني من العام الحالي مع الربع الاول مع العام الحالي فيها توزيعات كمان حوالي تقريبا، يعني بشوف انه في توزيعات سخيه ممكن تعطيها لانه حققت نمو بارباح حوالي 41%. إذا قرنا النص الأول مع العام الحالي مع النص الأول مع العام الماضي بنشوف كمان في أرباح كانت نمو حوالي 47% نمو أرباحها، فالشركة ممكن عندها القدرة على أنه تعطي أوزيع توزع أرباح سخية للمستثمرين طالما عندنا نمو قوي في أرباحها، وهذا بترضي من جهة بترضي المستثمرين، وجهة ثانية السيولة اللي عندها إياها طالما ما في استعملها بشكل أفضل يمكن للمشاريع لتوسعة في الوقت الحالي، يمكن تفضل هي أنه توزعها للمستثمرين إلا ما يكون عندها مشاريع للتوسعة بالمستقبل. نعم، طيب بالنسبة لوضع القطاع البتروكيماوي هل أعطى دلالات، يعني مع هذه النتائج التي رأيناها لسابق، أعطى دلالات مستقبلية أنه الوضع لهذا القطاع قد يكون أفقي، يعني لن نتوقع الكثير من مستويات النمو؟ بنشوف معظم القطاع عطى تراجعات بالنسبه للنمو الارباح النصفيه، نهى في بس يمكن شركتين او ثلاث شركات عطى كان في عندها نمو في الارباح النصفيه. القطاع كله تراجع بتراجع اسعار البتروكيماويات واسعار النفط، وهذا متوقع انه يكون في تراجع. ما نقيس احنا اداء قطاع بالنسبة للربع واحد، نطلع على فترات أطول إحنا حتى نقيس الأداء. سابق كان في عندنا تراجع أرباح تقريبا إذا أردنا الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي كان في حوالي 34% تراجع في أرباحها، في نمو أرباحها، وهذا
متوقع لأن أسعار النفط كمان تراجعت كتير إلى مستويات 83 تقريبا 82. الآن أسعار النفط ارتدت إلى مستويات 91 تقريبا إذا عم نحكي على النفط الخام الخفيف ويست تكساس. فمتوقع أنه هيدا يساهم في نمو هوامش الربحية لشركات البتروكيماويات، قد لا يكون فورا ولكن قد يكون يمكن للربع الثالث، يعني تعطي بعض إيجابية وإلى نهاية العام. اجمالا سابق عطت تراجع في نمو ارباحها حوالي 20% اذا قارنا النص الاول من العام الحالي مع النص الاول من العام الماضي، وهذا بعتقد منطقي جدا لانه اسعار النفط تراجعت تقريبا حوالي 12% على نفس الفتره او يمكن شوي اكثر حوالي 14%، وبالتالي تقريبا يعني فينا نشوف وين ممكن تتحرك سابق بالنسبه لتحرك اسعار النفط. سابق لما كان النفط الخام الخفيف 147 كان السابق حوالي هالمستوى هيدا، ولما تراجع النفط الخام الخفيف ويست تكساس الى 133 سابق كمان تراجعت الى هالمستويات هيدي. سابق الان تقريبا حوالي 87.5 ومستويات النفط الخام الخفيف حوالي 91.8. ففينا احنا تقريبا نستنتج انه تقريبا سابق بتتحرك قريبة من جدا من اسعار النفط الخام الخفيف ولكن بعملة مختلفة. نعم، وفيما يتعلق بالمؤشر العام وبشكل مختصر ما الذي يمكن ان نتوقعه في هذه المرحله؟ المؤشر العام كان عم يتجه في مسار تنازلي ابتدا في 4 ابريل من العام الحالي، لكن تقريبا في حوالي تقريبا اوائل يوليو اخترق المسار التنازلي بكسره خط المقاومه، والان عم بحاول يروح افقي في استقرار. بعتقد مقررات الربحيه عادله جدا على 11.6، السعر للقيمه الدفتريه 1.8 كمان عادل. بنطلع على الارباح اللي عم تعلن منطقيه بظل وضع الاقتصاد العالمي. فالحقيقه ما في شيء بيقلق، بالعكس هذه انا بشوف في فرص بالدخول في بعض الشركات يلي صارت مقررات ربحيه متدنيه جدا، وبعتقد نتائجها المالية بتتحسن مع هوامش الربحية مع تحسن أوضاع الاقتصاد العالمي. نعم، أشكرك يوسف قسنطيني على كل هذه المعلومات.